السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كيف دايرين اخوتي احبابي؟ كل شي بخير، صحيح لاباس؟ نبلغكم السلام السلام السلام، وكنسلم عليكم كلكم كلكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وكويسين وزوينين، والله يحفظكم يا ربي. المهم اليوم غادي نديرو معكم واحد التحليه، هو دواز اتاي. صراحه حليوه دواز اتاي. غنديرو معكم القريشلات، كنا وعدناكم في واحد الفيديو ان شاء الله غادي نديروهم. دابا غادي نديرو القريشلات حلوين، يعني اللي ما تفهموناش المصريين ولا سميتو، غادي نديرو الحلو يعني القريشلات على طريقه المغربيه. صراحه القريشلات ما كاينين حتى في شي بلاد، كاينين غير في المغرب. ونتمنى انهم يعجبوكم. وصراحة انا ما عرفت واش كاينين شي بلاد اخرى ولا لا، المهم انا كنعرفهم بان كاينين في بلادي والله اعلم. المهم دابا كلشي كيتعلم، بسم الله على بركة الله. غادي نبداو دروكا. بسم الله. عندنا هنايا الجنجلان، الجنجلان او السمسم اللي كيقولوا ليه المصريين السمسم. عندي النافع، عندي النافع صراحة ما عرفتش واش سميتو بالمصرية. عندي شوية ديال النافع، عندي سنيدة السكر، عندي قبسة الملح، وعندي زبدة، رابعة الزبدة. باكية الزبدة كنقسمها على جوج، كنخلي نص ونص كنحيدو. عندي كاس ديال الزيت، كاس معمر. عندي كاس الحليب، كاس الحليب. وعندي جوج فانيات، ساشية فاني. وعندي خمارة وحدة، وحدة اللي غادي ندير باش ما تخمرش ليا العجينة بزاف. هكا الدقيق على حسب الخليط. عندي كيلو ديال الدقيق، كيلو ديال الدقيق، وعلى حسب اللي غادي تدخل ليا هاد الحلوة، غادي نشوف شحال غادي تدخل ليا هاد الحلوة، وغادي نجيب الماء باش نكمل العجينة الا خصاتني سميتو. وانتوما حسب بغيتي تعجنوها بالحليب عجنوها، بغيتي تعجنوها في الماء بالماء فقط راه كتجي بحال كتجي بنينة. بغيتي تعجنوها بالحليب ولا بغيتي تعجنوها ب فانتا ديال المونادا فانتا، نتوما اللي بغيتو تعجنو بها هاد القريشلات، راه كيجيو لذاذ وزوينين. المهم باش ما نكثرش عليكم المقادير بزاف، انا المهم غادي نعجنها بكاس الحليب، وغادي نزيد الماء الا خصني في العجينه، راه غادي نزيدو لان ما عنديش الحليب دروكا كثير. وهادشي كتجي نفس القاموس كان اللي كيعجنها هي بالماء، لحقاش كاين الزنجلان وكاين النافع، البسباس اللي كيقول ليه النافع، كاين السمليه. المهم غندخلو دابا ديريكت للخليط، نجيب داكشي اللي خصني. بسم الله. غنحطو نافع، عندي كيلو ديال الدقيق، كيلو ديال الدقيق هنا. غادي نحيدو الاشياء اللي باقيين عندنا. غادي نديرو السكر سنيدة، غادي نديرو الزبدة. هاد الزبدة غادي نحلوها مزيان. عندنا قبصة ملحة، نحلو هاد الزبدة مع سنيدة بحال هكا باش تخدم لينا. نتمنى تكونوا تشوفوا مزيان دغيا دغيا، ما فيها شي حاجه كثيره. هاو نحلو في هاد الزبده، درنا الزبده مع السكر. الحلاوه على حسب الذوق ديالكم، نتوما كتبغيو القريشلات حلوين بزاف راه كديروهم. انا درت زلافه صغيره تاع السكر، وكنحلها مع الزبده، مع الزبدة رطبة ليا، خليتها بدرجة المطبخ، يعني بيت الزبدة في هنايا ما درتهاش الثلاجة. وثاني إذا كتعرفوها بأن هي حرشة كتحل الزبدة دغيا دغيا. غادي نضيف الحليب، كنضيف الزيت، الكاس ديال الزيت، وكنبقى كنخلص بحال هكا حتى تولي زبدة كريمة بحال هكا. هاد الحلو راه كيجي زوين، اخواننا الشرقيين كيقولوا الحلو
حنا كنقولوا قريشلات او دواز اتاي، المهم هي كلمات وحده ولكن كل واحد واللغه ديالو. نسلم عليكم كاملكم. كتبقى هاد الزبده بحال هكا كتحل بحال هكا. دابا غادي نجيبو نزيدو شي كويس ديال الماء، شنو هي بالحليب بوحدو. انا كنعجنها الصراحه بالحليب ولكن بحال هكا كتجي زوينه. غادي نشدو النافع، غنجيبو شويه النافع، لا جنجلان، وغنضيفو شويه النافع، يعني الكميه اللي بغيتي نتوما ماشي بزاف، باش ما باش الا بغيتي تقصوهم هادو غادي ما يجيكوش فيهم صعوبة. هانتوما الخليط ديال القريشات ديالنا راه كيجيو زوينين وكيجيو رائعين. دابا غادي نبقاو نزيدو في الدقيق، نجيبو الدقيق كنبقاو كنزيدو في الدقيق شويه بشويه وحنا كنخلطو. هانتوما نبقاو غاديين وكنزيدو الدقيق وكنخلطو على حساب الكميه ديال الدقيق اللي دخل لينا هاد الخليط. حنا حاطين كيلو ديال الدقيق، هكا كنبقاو كنخلطو وكنراو تيتجمع. هانتوما هانتوما دابا راه بقا تيتجمع، هانتوما شتو ما يخلعكمش من الاول، بان ليكم راه كتير ولا جاري ولا سميتو. باقي حنايا كنزيدو في الدقيق وحنا غاديين وكنزيدو في الدقيق بحال هكا، كنزيدو في الدقيق هكا. دابا درنا غير نص كيلو اللي دخلنا هنا، باقي تتجمع لينا العجينة. هانتوما هاد الطريقه كيجيو لذات وكيجيو عشاش اخوتي، بهاد الطريقه هادي كيجيو القريشلات رائعين وكيجيو عشاش. هانتوما غنزيد الدقيق، انا كنزيد نص كيلو الثاني وكنبقى كنجمع صافي. هادشي بقات ليا الخماره، واخا تيبان لكم هنا راه بركا مدروكا انا. هانتوما كنبقى غادي معاها بشويه بشويه حتى تجمع ليا. ملي نحس بالعجينه تجمعات ليا صافي كنوقف الدقيق، ما بقاش كنديرو. هانتوما باقي كنزيد الدقيق، باقي كنزيد الدقيق على حساب الكميه ديال الدقيق. غادي يدخل ليا كيلو، كيلو ديال الدقيق اللي دخلت بلا ندخل دروكا، كيلو تاع الدقيق كتبقاي بحال هكا راه كتجيك العجينه فنه. دابا غير غادي نجمعها وغادي ندلكها، غادي نضيف المونسين ديال الفاني. هانتوما هي بقات تجمع، هي راه قربت تجمع اخوتي. هانتوما هانتوما شوف واخا كتحسوا بها شويه. هانتوما يديا غادي صافي دغيا كلشي هادشي غادي يتجمع من هنا، ما غاديش يبقى. ها هي بدات تجمع العجينه ولا تخزاله، حس نحس بها في يديا كنحس بها، كتحس
بهاد القريشات ملي كدير لهم في هاد الطريقه راه كيجيو عرفتو راه كيجيو بزاف كيجيو زوينين. المهم انا كاس الحليب كاس الزيت اللي درت تقريبا المقدار ديال كاس الماء اللي درت هو باش جمعت هاد كيلو ديال الدقيق نتمنى ان لا فيديو ما يجينيش طويل بزاف ونوصلكم. المهم الا ما قدنيش لا فيديو راه نقدر نصيفطو مقسم هاد القريشلات بعدا نوريكم العجينه ها نتوما شفتو ديك العجينه اللي كانت قبيله من وراكم ها هي ما نحتاج نقول لكم بزاف هاد الشيء لحقاش من الاول نتوما مشيتو معاه بشويه بشويه صافي كتصدق من ذاك هاتوما هاتوما خفتي ياك في الاول جاتنا واعره رائعه 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 وزوينه هاتوما شوفوا ها هذه حلوه رائعه شوفوا هاتوما نجيبوا الخمارات نديروا الفاني الفاني الا بغيتي ديروه من الاول تقدروا ديروه بغيتو تخليوه خليوه فانيات جوج خميره واحد الخميره اللي غنديرو في الكيلو وحده اللي غنديرو في الكيلو باش ما باش العجينه ما الا بغينا نقصوها ما ترمت حتى الا بغيتو ديروها في الثلاجه راه ممكن صافي هي فيها الزبده وفيها الحليب وفيها كل شيء جديد زوينه كتبان ليا زوينه شوفوا ها نتوما العجينه كما نخليها ترتاح شوفوا كيف دايره زوينه عجينة القريشلات رائعه ولا طيبناها راه شوفوها كيف جات في الطبق التقديم نتمنى نكون لكم جربوا هاد العجين ها نتوما شوفوا شوفوا النافع والزنجلان يعني السمسم ها نتوما شوفوا السمسم ها نتوما شفتوا داك السمسم والنافع يعني كيبقى غزال هانتوما ها العجينة ديالتنا عجينة القريشلات رائعة ملي غادي تسميتو غادي نحلبلوها بحال هكا نحلبلوها بحال هكا وقطعوها نقطعوها بالمقص نخلوها حتى ترتاح دروكا هاهي كملناها غادي نمسحو شوية هنا هادي عجينة ديال القريشلات أو دبيلجات أو ديروها دبيلجات اللي بغيتو نتوما نتمنى أنكم جربوها ونخلوها ترتاح دروكا وحتى نرجعو معاكم.